لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمراجعة سريعة لليوم الأول من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نستكمل بعد ذلك. في اليوم الأول، وهو يوم الاثنين، أول يوم بعد شهر رمضان، يعني يوم الاثنين الموافق 1 شوال بعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم جواره في غار حراء بعد انقطاع أو بعد فتور الوحي، رجع إلى بيته، وفي الطريق رأى جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليها، فكسى على ركبتيه مما رأى من عظمة ما رأى، ثم رجع إلى البيت بعد أن طاف بالكعبة، وقال لخديجة: زملوني زملوني، فدثرته. حتى هدأ ونزل عليه جبريل بقول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأشار له جبريل بالخروج إلى وادي من أودية مكة أو شعب من شعاب مكة، فغمز الأرض بعقبه، فنبعت عين من ماء زمزم، فتوضأ جبريل وبين للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ، وصلى جبريل وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت وأخذ بيد خديجة، يعني أخذها معه إلى مكان هذا النبع أو هذه العين، وتوضأ أمامها وعلمها الوضوء، وصلى بها صلى الله عليه وآله وسلم، ورجع إلى البيت. فكانت خديجة رضي الله عنها وأرضاها أول من أسلم في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من صلى لله عز وجل في هذه الأمة. أول من توضأ بعد النبي هي خديجة، وأول من صلى بعد النبي هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت. ليس عندنا أدلة، يعني
ثابتة ماذا حدث في البيت، ولكن مما سبق نتوقع أن النبي لما رجع إلى البيت علم بناته الوضوء والصلاة، خاصة وأنهن رضي الله عنهن كنا في سن يعقل كل شيء. في البيت زينب الكبرى عندها 10 سنوات، وبعدها رقية 7 سنوات، وبعدها أم كلثوم 6 سنوات، وفاطمة عندها 5 سنوات، الكل في سن التمييز يعني يعقل ما يقال له. ومن السيرة السابقة نعرف ان بنات النبي صلى الله عليه وسلم يعني تربية أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، شوف الطباع والصفات بتاعت ستنا وأمنا خديجة، هي صفات البنات الشريفات الطاهرات، يعني الطباع والأخلاق يعني أكيد دي تربية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتربية أمنا خديجة. ولما النبي يقول زملوني زملوني فزملوه، مين اللي زملوه؟ أمنا خديجة والبنات. زملوني فيدثلوه أمنا خديجة والبنات، يعني البنات عارفين قصة الرسول صلى الله عليه وسلم، عارفين الأحوال، وزي أمنا خديجة عارفين أخلاقه وعارفين صفاته وبيعمل إيه مع الناس، بيعمل ايه مع الاقارب والاغراب، وبيعمل ايه مع المحتاج والغني والفقير، عارفين احوال الاخلاق وعارفين من امنا خديجه هيتصرفوا ازاي. فاحنا يعني نتوقع، ما عندناش نص، بس اكيد ده اللي حصل. واللي هيحصل غيره ايه؟ ايه اللي ممكن يحصل غيره؟ لا يمكن. أكيد النبي لما رجع علم بناته يتوضوا إزاي، يصلوا إزاي، يتوضوا وصلوا، فيكونوا أول مسلمات بعد أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. جيت صلاة العصر، وكان الفرض في أول الإسلام مرتين بس في اليوم، مرة بالغداء ومرة بالعشية. الغداء من قبل طلوع الشمس لحد الظهر ولحد العصر حتى، ومرة بالعشية من العصر لحد أي وقت قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هما فرضين بس في اليوم في أي وقت. والحاجة العجيبة يعني تسمحوني إن أنا أقول كده، إن هتلاقي عدد من حتى من العلماء ما يعرفوش المعلومات دي، ما يعرفوش ان النبي صلى في اول يوم، ما يعرفوش ان النبي توضى وصلى في اول يوم، يعتقدوا ان الوضوء والصلاه فرض للصلاه بس، دي اول فرائض الصلاه. عجيب عجيب جدا، ويتكلموا على كده إن الصلاة هي ليلة الإسراء والمعراج، قبلها ما فيش صلاة. فدي معلومات خفية، ويعني بنقولها وبنركز عليها مرة تانية وتالتة لأهميتها. قلنا إن ده كان فرضين بس، وكل فرض كان ركعتين بس. ليلة الإسراء والمعراج اللي حصل إنما اتفرضت على المسلمين 50 صلاة في اليوم والليلة، وربنا خفف عن الأمة، وانتم عارفين الحدث كده لحد ما وصلوا 5 في اليوم والليلة. يبقى الصلاة لم تفرض ليلة الإسراء والمعراج، الكلمة دي بسمعها كتير حتى من العلماء والفقهاء، يقول لك فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، ما اتفرضتش ليلة الإسراء والمعراج، ده مفروضة من أول يوم في البعثة. اللي اتفرض ليلة الإسراء والمعراج العدد 5 بس، وفضلوا 5 ايه؟
كل فرض منهم ركعتين ليلة الإسراء والمعراج، ما هو خمس فرائض وكل فريضة ركعتين بس. بعد الهجرة لما النبي هاجر المدينة عليه الصلاة والسلام زادت عدد الركعات، بقى الظهر أربعة بدل اثنين، والعصر أربعة بدل اثنين، والمغرب ثلاثة بدل اثنين، والعشاء أربعة بدل اثنين، والفجر فضل زي ما هو عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطول في صلاة الفجر، ففضلت صلاة الفجر ركعتين بس. دي مراحل فرض الصلاة، مراحل فرض الصلاة. بالنسبة للوضوء، في آية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من الآية دي فيها الكلام عن إيه؟ الوضوء. وبعدين وإن كنتم جنبا فالطهارة الاغتسال، وبعدين التيمم. والآيات دي مدنية. إيه سبب نزول الآيات دي؟ إن الصحابة كانوا عارفين إن أو كان المعمول بيه إن الإنسان ما ينفعش يذكر الله إلا على وضوء، فأي حاجة فيها ذكر لله، يعني لما تقول واحد السلام عليكم ورحمة الله يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو هيقول أي حاجة فيها ذكر الله لازم يكون على وضوء. فنزلت الآية بتقول لهم إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الفرض بتاعت الوضوء، يبقى الفرض فين؟ عند القيام بالصلاة بس. واضح كده؟ كان الفرض إن يتوضوا قبل ذكر الله، الناس ده وتبين لهم إن الفرض في الوضوء يبقى إيه؟ عند الصلاة. يبقى الآية دي مش معناها إن ما كانش في وضوء قبل كده في مكة، إلا لما نزلت آية الوضوء، لأن الآية دي مدنية. الآية دي من سورة المائدة وهي مدنية. فالبعض قال لك يبقى الوضوء نزل فين؟ في المدينة، يعني في مكة ما كانش فيه وضوء، وما كانش فيه وضوء وما كانش فيه ايه؟ صلاة. نقول له جبت الكلام ده منين؟ يقول لك الآية بتقول كده. أنت مش عارف سبب نزول الآية. واضح الرد على الشبهة دي؟ ولذلك حتى في السيرة في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يذكر الله على غير وضوء، يعني حتى لو حد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي يتوضأ ويرد عليه السلام، هتلاقي في السنة كده، وكان معمول بيها قبلين، كان الصحابة كلهم بيعملوا كده. ذكر الله لازم يكون عنده، وده تعظيم لاسم الله وذكر الله. لما تيجي تذكر الله تكون كامل الهيئة، كامل الحال، متوضي وطاهر طهارة كبرى وصغرى تمام. ونزل التخفيف. لذلك برضو هتلاقي برضو في السنة إن حد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ما كانش عنده لسه الوضوء، فالنبي تيمم ورد عليه السلام. دي نفس القصة برضو، عشان النبي كان يكره أن يذكر الله على غير وضوء. الصحابة كانوا عارفين كده.
فلما اللي كان عايز يذكر الله لازم يتوضأ، كان فرض، فنزل التخفيف ان الفرض ده قبل ما تصلوا بس. تاني علشان انا بقول لك ليه الشبهات ده، انت هتلاقي كلام اللي انا بقول لك ده مين؟ ده علماء اللي بيقولوا كده. ده العالم يقول لك ما فيش صلاه الا في المدينه، يا عم ازاي؟ فيجيب لك اية الوضوء، يقول لك شغل مخك، شغل عقلك، هشغله بس ارجع للدليل الاول، سبب نزول الايه، اعرف الموضوع. ما تشغلش مخك من غير ادله. لان في ناس عايزين يتعاملوا مع القران من غير سنه. من غير سنه هيوصل للنتيجه اللي بقول لك عليها دي. اللي عايز يتعامل مع القران من غير السنه هيوصل للنتيجه اللي بقول لك عليها دي. يقول لك ما كانش في وضوء في مكه ولا كان في صلاه في مكه علشان هو تعامل مع القران مباشره من غير السنه. بص على سوره المائده مدنيه والايات اللي فيها مدنيه، لما قعد يفكر مدنيه يبقى ما كانش وضوء في مكه. هيخش بقى في سلسله المتاهات والضلال، هو هيضل ويضل غيره لان ما بيسكتوش بيتكلموا وبينشروا الكلام ده، قريته عن بعضهم يعني الكاتب. فشبه ليه كده؟ ليه كده يعني يعني نشكك المسلمين؟ انت لو رجعت للسنه والسيره هتعرف ان الوضوء ده من اول يوم، ده حتى مش ليله الاسراء والمعراج، ده من اول يوم في البعثه وضوء وصلاه. طب احنا يعني احتاجنا ان احنا نرجع الرجعه دي زي ما قلت لك عشان نرد على بعض المسائل. الحاجه الثانيه ان الوضوء مذكور في الايه بتاع سوره المائده، ده تمهيد. هو الموضوع ان ايه؟ ان كان الكلام عن الجنابه، عن التيمم وبعدين فجاه الوضوء والغسل كمان يعني عشان الموضوع يبقى كامل. مش ان الايه جايه عشان الوضوء بالذات، شبهات كتير. خلاص يعني اللي قلته من الرد كفايه، لان العلماء ردوا قال لك الايه دي عشان الجنابه ما كانتش عشان الوضوء، واللي رد كلهم ردود جزاهم الله خيرا عشان يقولوا ان هي كان في وضوء في مكه وفي صلاه في مكه ويردوا الشبهه اللي اتقالت ديت. طيب نرجع تاني للنبي لما صلى في البيت عليه الصلاه والسلام، صلى لما رجع صلاة العصر خلاص، هو بين خديجة طلعوا بره وتوضوا وصلوا، لما رجعوا على البيت في الفريضة الثانية صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت ومنى خديجة أكيد الأولاد، فرآه علي بن أبي طالب وهو يصلي ومنى خديجه والاولاد، فقال ما هذا الذي ارى يا محمد؟ قال هذا دين الله الذي اصطفاه لنفسه وارسل به رسلا، ادعوك يا علي الى الله وحده لا شريك له وإلى عبادته، وأن تكفر باللات والعزى وأن تتبرأ من الأنداد. فقال علي هذا أمر لم أسمع به من قبل ولم أحدث شيئا حتى أحدث أبا طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكره أن يفشي علي سره قبل أن يستعلن. الرواية تقول كده يعني، النص يقول كده، النبي كره أن يفشى سره قبل أن يستعلن.
وده يدل لك ان ايه؟ ان الدعوه سريه. سر. في البدايه كانت الدعوه سر، والنبي كره ان يفشى سره قبل ان يستعلن. هو عالم في مرحله هتيجي علانيه، بس هي المرحله دي مؤقتا سريه. مطلوب منها تبقى سريه وانتقائيه ايضا، يعني مش اي حد، بالانتقاء. قلناها وان شاء الله هنقولها كمان شويه او بعدين ان شاء الله. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفشي علي سره قبل ان يستعلن، فقال له: يا علي، اما اذا لم تسلم فاكتم عني. وبات علي يفكر هذه الليله، ثم ان الله القى في قلبي الاسلام. فلما اصبح غدا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، اعرض علي ما عرضت اللي قلته لي امبارح، اعرضه تاني عليا. قال: يا علي، ادعوك الى ان تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان تكفر باللات والعزى، وان تتبرع من الانداد. فاسلم علي، تشهد الشهادتين، اسلم علي وصل. يبقى دي انه صلاه الغداء. سيدنا انس بن مالك يقول: بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واسلم علي يوم الثلاثاء. بعض الاخوان ايه؟ وصلى علي يوم الثلاثاء. فاحنا قلنا ايه؟ لما اصبح غدا الى النبي صلى الله عليه وسلم، صلاه ايه؟ صلاه الغداء قبل طلوع الشمس، او بعد طلوع الشمس بحاجه بسيطه. فوصلى، اسلم وصلى. نيجي بقى لقصه سيدنا علي، ناخدها من الاول وبعدين نكمل، لسه ليها كماله. لسه هناخدها من الاول ولسه ليها كماله. روى الحاكم الطبراني بسند صحيح الى مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس، بيقول ان من نعم الله على علي بن ابي طالب ما صنع الله له وأرادوا به من الخير. اسمع بقى، بيقول من نعمة ربنا على علي سيدنا علي، واللي ربنا صنعه له وأراد بالخير اللي هحكيه، وراح جاي حكى مجاهد. قال: إن قريشا أصابتهم أزمة شدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمي العباس: يا أبا الفضل، قد نزل بالناس ما ترى، وإن أخاك أبا طالب كثير العيال، هلما ننطلق إليه فآخذ أنا رجلا وتأخذ أنت رجلا، فنكفلهم حتى تنجلي هذه الأزمة. وكان العباس من أيسر بني هاشم. فقال: نعم. فانطلق إلى أبي طالب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، أصاب الناس ما ترى، آخذ أنا رجلا ويأخذ العباس رجلا. فقال أبو طالب: اترك لي عقيلا وافعل ما بدا لهما. في بعض الروايات: اترك لي عقيلا وطالبا وخذا من شئتما، افعل ما بدا لهما. فاخذ النبي عليا، فكان عنده الى ان بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فاسلم عليه. واخذ العباس جعفرا، فكان عنده إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم جعفر، واستغنى يعني عن العباس. نقف شوية مع المقطع ده.
عظيم، لان هو ده يعني ده المفتاح. ان سيدنا علي شاف النبي ازاي، امنا خديجه دخل عليهم ازاي وشافهم ازاي، ده الموضوع سر، ده قمه في السريه، ده ما حدش يشوف ولا حد يسمع ولا حاجه خالص. ازاي ان سيدنا علي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان في كفاله النبي في بيت النبي، النبي يكفله. ايه اللي حصل؟ ازمه وشده ضائقه نزلت بقريش، وكان ابو طالب كثير العيال قليل المال رقيق الحال، يعني بينفق على الاولاد بصعوبه شديده جدا قبل البعثه، والنبي شايف الموقف، وعمه له جميل له معروف، يعني كفى للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان عنده ايه 8 سنين من ايام وفاه عبد المطلب، والامور ماشيه ماشيه ماشيه، وبعدين ابو طالب بقى دي ظروفه ودي احواله، والنبي شايف والنبي ميسور الحال دلوقتي، حوله ميسوره، والعباس حوله ميسوره. فالنبي اللي بدا في الكلام قال لعمه العباس يا ابا الفضل، وهنا طبعا وقفه بسيطه بسرعه كده، ان هم كانوا بينادوا بعض بالاسامي لعده اسباب. الانسان الاول ما كانش فيه القاب كتير، يعني الاسامي كان الكلام بالاسامي كده عادي جدا، لا مش عيب ولا اي حاجه. الحاجه الثانيه ان سن العباس قريب من سن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتبروا سن متقارب جدا، لذلك ان بعض الصحابه ما كانوش عارفين يعني مين اكبر، فسالوا العباس قالوا أأنت اكبر ام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال هو اكبر مني وانا ولدت قبله. النبي هو كبير الدنيا كلها، اكبر مني العم والعرب اكبر مني، الله اكبر مننا عليه الصلاه والسلام، هو اكبر مني وانا ولدت قبله، انا في السن اتولدت قبل منه، ما هوش انا اكبر منه، الله هذا الرسول، الرسول حد يقول انا اكبر من الرسول؟ انت قلبه هيطوعه ازاي؟ من عمه قلبه هيطوعه ازاي يقول انا اكبر؟ صلى الله عليه وسلم فقال هو اكبر مني وانا اتولدت قبله. فالشاهد ايه؟ ان الصحابه مش عارفين مين الاكبر في السن يعني، فعشان السن متقارب شويه، فالنبي كان بيتعامل مع لابسه اللي هو يقبل الفضل يعني ماشي، وفي مواقف كان يقول له يا عمي ماشي، انما عايز اقول ايه الكلمه يعني كانت الامور بتمشي يعني. ولذلك حتى سيدنا علي لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي مع امنا خديجه قال يا محمد، يا هيقول له يا ابن عمي او يقول له يعني قال يا محمد، كانوا بيناتوا بعض بالاسامي كده. طبعا دي خلاص بقى هي بره، وبعد كده لا يمكن يقول له يا محمد، يقول له بقى يا رسول الله يا نبي الله، يعني حاجات بقى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، محدش هينادي على النبي يقول له يا محمد الا لو واحد مش عارف بقى مش عارف منزلته ومكانته. فالشاهد النبي قال ايه لعمه يا ابا الفضل، اخاك ابا طالب رجل كثير العيال والحكى الشده اللي نزلت وكده، ما تيجي انا اخد راجل يعني ذكر من الاولاد يعني، وانت تاخد راجل ونكفلهم ونخفف عنه شويه ونساعده بقى في اعباء الحياه. والعباس ميسور قال نعم وانطلق، ايوه ده جميل، ام عرض جميل. هنا انا عايز اقف مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي فكر في ايه؟ عمه محتاج وقت رد الجميل، ده الوقت بتاع رد الجميل والظروف والاحوال هي دي، والنبي شايف. طب يلا اخد واحد يبقى ايه هياكل في بيت، يقعد في بيت النبي، مين اللي يكفله اكله وشربه وملابس وكل حاجه.
والعباس هياخد واحد. فلما راحوا لابو طالب قال لهم بس في طالب الكبير وعقيل اللي بعد منه، سكول الاثنين الكبار وخدوا الاثنين غير الاصغر في السن. فسيد النبي خدع علي، وبالمناسبه ده النبي اللي مسميه علي، يعني بعد سيدنا علي ما اتولد او قبل ما اتولد امه فاطمه بنت اسد. طبعا فاطمه بنت اسد حكينا عنها زمان، كانت بتهتم بالنبي وتشيل له اكل مخصوص وتسرح له مخصوص. وفاطمه بنت اسد دي امه بعد امه، ولذلك لما ماتت النبي نزل في قبرها نام علشان البركه، بركه تحل وربنا يخفف عنها، ربنا يرحمها رحمه واسعه، يحبها جدا فاطمه بنت اسد. وفرش لها في القبر بتاعها. الشاهد يعني لما هي كانت عايزه تسمي علي ايه؟ حيدره اسد، يعني اسد حيدره. وابو طالب عايز يسميه زيد، والنبي قال نسميه علي. وبعدين توافق ان هي كمان شافت في المنام انه اسمه علي اللي النبي اختاره، فخلاص لما اتولد بقى اسمه ايه؟ لكن كان سيدنا علي لما يقول شعر يقول انا الذي سمتني امي حيدره، امه انا الذي سمتني امي ايه؟ كليث غابات كريه المنظره الى اخر الابيات اللي كان يقولها. فيقول انا امي كانت مسمياني ايه؟ يعني قالت خلاص علي التسميه اللي النبي اختارها. معلش حاجات يعني. وهي قالت يعني اللي هو علي والاسم اللي انا اختاره حب اقول له انا دي بيه. فبقى سيدنا قال له ايه؟ اسمين وثلاثه كمان هو اكتر من كده. فمين اللي مسميه علي؟ فلما النبي راح هو العباس عشان يختاروا اثنين، النبي يختار مين؟ اللي هو مسميه ولا ايه؟ ده انا اللي مسميه، يعني انا اختار له الاسم يلا معايا. فبقى راح وانتقل لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص بقى هياكل ويشرب واللبس واي وقت يخش واي وقت يخرج وخلاص يعني. لكن احيانا كان بالليل يروح يبات في بيت والده هيسلم عليه ويشوفه ويسال عنه يعني، ولا خلاص ما عادش يروح بقى؟ ها؟ لا يروح يسلم على والده. اصل هي مش النبي ما خدوش دي كفاله ومش تبني، ده كفاله يعني، مش ان هو مقيم عند النبي 24 ساعه. لا بيروح برضه يبات في البيت ويجي، بس ايه الاكل والشرب والمعيشه والنفقه واي حاجه يحتاجها يبقى ايه عند النبي صلى الله عليه وسلم. ف ايه اللي وصلنا للنقطه دي؟ انا نسيت شويه. ان ده من صنع ربنا لسيدنا علي، من نعمه ربنا عليه ان هيعلو ايه الازمه دي، علشان النبي يروح لابو طالب ويقول له اخد واحد والعباس ياخد عشان النبي، عشان سيدنا علي يروح بيت النبي عشان يخش ويشوف بقى ايه المنظر ده في اوله. شاف الصلاه بتاعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منها خديجه. فسال سيدنا علي ايه ماذا؟ قال يا محمد ماذا الذي ارى؟ انت شايفه ده؟ ايه الصلاه والوضوء؟ اسمع. قال هذا دين الله الذي اصطفاه لنفسه وبعث به رسلا. انا نسيت اقول لك في الكلام. وسيدنا علي عنده كم سنه؟ حوالي سته. في السن ده. سته، البعض يقول تسعه. في قول كده. بس يعني يغلب على ظن ان تسعه دي ب
بعد 3 سنين من اليوم اللي احنا هنقوله، عشان حصل موقف بعد 3 سنين كان سيدنا علي عنده 9 أو 10. ولذلك قلت لك النبي سيدنا علي عنده 6 أو حتى 9، ويبقى الموقف اللي حصل عنده 12 ماشي. فسيدنا علي عنده يا اما 6 سنين أو 9 سنين او بين الارقامين. فلما سال النبي قال له هذا دين الله الذي اصطفاه لنفسه وبعث به رسلا، ادعوك الى الله وحده لا شريك له، وان تكفر باللات والعزى، وان تبرا من الانداد. ايه الدعوه دي؟ العبارات دي قال له ادعوك الى الله وحده لا شريك له، لا شريك له، لان سيدنا علي عارف وكل الناس عارف ان هم عاملين شريك لله ومعترفين. قريش كانت بتعترف ان هم عاملين شريك لله، وما كانوش بيتبروا ولا كانوا بيغلطوا نفسهم، وكانوا بيصححوا هذا التصرف، يقول ربنا راضي عن كده وما بيدروش ولا حاجه، يقول احنا عاملين له شريك. ولذلك كانوا لما يلبوا يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هم كانوا لا شريك لك الا شريكا، هو لك عاملين لك شريك بس برضه بتاعك. يعني انتوا مع المشركين؟ يقول لك احنا مشركين. ما كانوش بيداروا الموضوع ده، بيقولوه حتى في التلبيه بصوت عالي. يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك. لا شريك لك الا شريكا. ازاي تخش العقل ازاي دي؟ لا شريك لك الا شريك. ما كلمه لا شريك لك دي لو العربية دي انتوا لغيتوها خالص، دي من مله ابراهيم. وما لهوه الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ازاي؟ ما كلمه ازاي دي خلت بعض الناس من اهل مكه يقول لك لا كده في حاجه، الوضع ده غلط بالفطره. وهم دول بقى النبي هيبتدي ينتقيهم ويكلمهم، اللي هم حاسين ان في تناقض، ان دي الشرك ده ما ينفعش، لازم نلغي الشرك ويبقى توحيد بس، توحيد بس. واحنا عارفين بقى الايات ان وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون ان هذا لساحر كذاب اجعل الالهه الها واحده إن هذا لشيء عجاب، هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، هذا إلا شيء يراد، هذا إلا اختلاق. أجعل الآلهة إلها واحدة. هم عارفين إن إن دول الأصنام دي آلهة، هم بيقولوا عليهم آلهة. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا إيه؟ على آلهتكم. هم بيقولوا عليه آلهة وبيقولوا عن نفسهم مشركين. وفي آيات تانية أنا بنذكرها إن شاء الله. ولذلك لما النبي يقول لسيدنا علي أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، ما ينفعش يبقى له شريك، لا هو يملكه ولا غيره يملكه، ما ينفعش، ده تناقض. اللي يفكر يقول صح، لا شريك له ما ينفعش يبقى له شريك، يبقى لا شريك لك اللي بيقولها دي يبقى ملهاش لازمه. ما ينفعش اقول لا شريك لك الا شريكا هو لك، لازم واحده من دول تتلغى. فالنبي قال له ادعوك الى الله وحده لا شريك له. الكلام لما النبي كان يقوله لبعض اهل مكه ويفكر فيه يقول صح، فيخش الاسلام. شفت العبارة دي ليه؟ هم عارفين ان هم مشركين وبيقولوا في التلبية. فالنبي لما قالوا كده وقال
أرجو الحاجة التانية، وأن تكفر باللات والعزة. قال له لات والعزة، مش معنى لات والعزة؟ اللات والعزة عند قريش كانوا مختلفين عن كل الأصنام الأخرى. إزاي؟ هم كانوا بيعتقدوا أن اللات والعزة بنات الله أو صور لبنات الله، وكانوا بيعتقدوا أن اللات والعزة لهن، عشان بنات، لهن شفاعة مقبولة عند الله. بقيت الأصنام ممكن الشفاعة تتقبل أو لا، بس اللي يشفع اللات والعزة عند الله الشفاعة دي مقبولة مقبولة. اللات والعزة بالذات كانوا بيعتقدوا دول بنات الله، وإن لهم شفاعة ربنا ما بيرضاش. توجيه الأصنام يعني ممكن كده يعني أقل. يعني اللات والعزة هم قمة القداسة عند المشركين. فالنبي قال لسيدنا علي يقول بالذات تكفر بيهم، لازم، إن هم دول أعلى حاجة عند المشركين. ولذلك ربنا ذكرهم في القرآن: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. مناة ده بتاع أهل المدينة. ولذلك النبي قال سيدنا علي تكفر بمناة، مش تبع أهل مكة، تبع أهل المدينة. إنما اللي يخص أهل مكة العزة، لأنه كان في مكان قريب من مكة اسمه نخلة. واللات كان في الطائف، والطائف ومكة كانوا شبه حاجة واحدة. الحمد لله. الطائف ومكة حاجة واحدة. اللي بيعظموها لمكة يعظموها للطائف، واللي بيعظموها للطائف يعظموها لمكة. اللات بتاع الطائف أهل الطائف، والعزة بتاع أهل مكة. الاثنين دول كانوا بيعتبروا دول بنات الله، ولهن شفاعة مقبولة. ولذلك النبي قال له دول بالذات تكفر بيهم. لات والعزة، فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ يعني هم قالوا لات والعزة دول بنات الله، فربنا قال لهم ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وكانوا لما يحلفوا يحلفوا باللات والعزة، ما يحلفوش بمناة ولا إساف ولا نائلة. في أصنام كتيرة جدا، بس لما يجوا يحلفوا يقولوا اللات والعزة. ومن كتر الحلف باللات والعزة، اللات والعزة كان حتى بعض الصحابة بعد ما أسلم هو ناسي، لما يجي يحلف يقول اللات والعزة. فتقول من حلف باللات والعزة ناسيا فليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من ضمن الصحابة سيدنا سعد بن أبي وقاص مرة نسى وراح جاي حالف، وراح للنبي قال له أنا عملت حاجة وأنا ناسي. إيه؟ قال له حلفت باللات والعزة. قال له بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وادفل عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا. يعني قالوا الشيطان نساك. الشيء هنا ايه؟ ان هم لما يحلفوا بالله بالعز مش باي أصنام تانية، ويعتقدوا فيهم وعاملين بقى للعزة، كان عامل لها عمايل، عاملين مكان حمى. حمى يعني ايه؟ زي الحرم، زي الحرم ده بتاع العزة، اللي يضيع منه حاجة وتقع منه حاجة يلاقيها. ممنوع هنا يقطعوا النباتات، ممنوع ينبغي طيار الطيور، ممنوع. ليه؟ بتاع العزة. وكانوا بيزوروا العزة ويضحوا لها ويعتكفوا عندها حاجات. وزاد النبي قال له تكفر بالله أهم الدين، لازم. وفي قصص كده يعني انا مش عايز يعني اطول عليكم شويه في
واحد اسمه سعيد بن العاص. سعيد بن العاص هنجيب سيرته بعدين مع بعض الصحابة أولاده اللي أسلموا، ونشوف كان بيعمل معاهم بيه. سعيد بن العاص كان شديد وبيضرب أولاده ضرب جامد جدا. هنيجي يعني لما نيجي نجيب سيرتهم يعني. فلما مرض الوفاة دخل عليه أبو لهب يزوره أبو لهب، فبكى سعيد بن العاص. فأبو لهب بيقول له تبكي جزعا من الموت، هم ما كانوش يخافوا من الموت، عندهم اللي يخاف من الموت ده كان سبة عار، خايف من الموت ولا بد منه؟ قال لا، ولكني أخاف ألا تعبد العزى من بعدي. فأبو لهب قال له إيه؟ لم تعبد لحياتك، انت بتتعبد من قبل انت بتتولد، ولن تترك لموتك. انت تفكيرك راح لفين؟ انت بتتعبد قبل انت ما بتتولد، وهتتعبد انت ما بتموت. ففرح بذلك واعجبه ان يرى لنفسه خليفه. هو ده المؤتمن على العزة. بسط، هموت وانا مطمن، هموت وانا مرتاح. شوف هو بيموت بيفكر في ايه؟ العزة. ما تروح في داهية وخليك في التغريب. انت كمان عايز اللي بعد منك خايف للعزة ما تتعبدش بعد ما يموت. يعني الآن هو ميت إذا ما تتعبدش، وبعدين وبعدين وهكذا. فأعجبه أن يجد لنفسه خليفة. رأى من شدة صبابته بالعزة، قال أبو لهب الوضع أن عنده صبابة بالعزة يعني. ولذلك لا، أبو سفيان في معركة أحد كان يقول لنا العزة ولا عزة لك. الأول قال أعلو هبل، والنبي قال للصحابه قولوا الله اعلى واجل. راح جاي قايل ابو سفيان ايه؟ لنا العزه ولا عزه لك. فالنبي قال لهم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. المقصود ايه؟ العزه، اللات والعزه، اللات والعزه. وليهم ذكر تاني في حياه قريش هنبقى نحكي. يعني كان في تخطيطي ان انا هقول يعني شده ارتباط قريش باللات والعزه بالذات، يعني أدلة تانية ومشاهد تانية، بس يعني هتيجي عيلي وقتها، إنها هتيجي في السيرة. المقصود النبي قال له تكفر باللات والعزى وتبرأ من الأنداد، أي حاجة غير اللي تحت اللات والعزى براءة عامة، بس دول بالاسم. فسيدنا علي قال له هذا الأمر لم أسمع به، أنا ما سمعتش حد بيتكلم في الموضوع دي قبل كده، وأنا مش هعمل حاجة غير لما أشاور أبا طالب أبويا، أنا أرجع لأبويا أخد رأيه، أعرض عليه أه ولا لأ، شوف الارتباط بالوالد واحترام الوالد والمشاورة والرجوع للوالد، مفيش استقلالية، مفيش أعمل ده أنا عايزه من غير ما أقول لأبويا ولا من غير ما أبويا ما يعرف. أنا أشاور أبويا أخد رأيه الأول. فالنبي كره أن يفشي علي سره قبل أن يستعلن. لا، حتى العم ابو طالب قال لا ده سر، مش عايز حد يعرف السر الا لما اكون مختاره. طب سيدنا علي عرف السر ازاي؟ ان هو بيخش في كل وقت لانه في كفاله الرسول صلى الله عليه واله وسلم. ده من نعم ربنا على سيدنا علي ان صنع له الموضوع ده علشان يخش من اول، ده اول يوم. النبي بعث يوم الاثنين وسيدنا علي اسلم يوم الثلاث، تاني يوم على طول الصبح. فلما ما قال له هشاور النبي قال له ما تشاوروش، ما تقولوش ده سر، اما اذا لم تسلم فاكتم عني انت. وبعدين سيدنا علي روح خلاص بالليل، بقى روح ينام عند والده طول الليل يفكر الله وحده لا شريك له. ما صحيح ملوش شريك، طب والشريك بتاع قريش؟ غلط.
ده يتناقض مع العقل، ده يتناقض مع الصح. مش طب واللات والعزى ايه؟ عامل لها حرم وعامل لها كذا واللات والعزى. قاعد يفكر قال الكلام ده صح، هو التوحيد اللي صح. الصبح راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعرض عليا تاني، كرر عيد تاني اللي قلته لي. فالنبي عاد عليه فاسلم، قال موافق، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، وقال كفرت باللات والعزى وتبرأت من الانداد. طب هو لازم يقول لك كفرت باللات والعزى وتبرأت؟ الآية قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن أنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فكان اللي بيخش في الإسلام يقول الله إله واحد وأنا بريء مما تشركون، فالبراءة من الأنداد كانت موجودة. وأسلم سيدنا علي سرا، فكان يستخفي بصلاته. طب عند النبي يصلي في لو النبي مش موجود لسبب الآخر عادي يصلي، يعمل ايه؟ يروح في حته بره مكه يصلي. طب النبي صلى الله عليه وسلم لان بيته ممكن عمه يجيله، ابو طالب، ممكن حمزه يجيله، ممكن العباس يجيله، ممكن اي حد يجيله. فوقت الصلاه النبي كان يطلع مع سيدنا علي يصلوا فين؟ في شعاب مكه. سيدنا علي بيستخفي من والده ومن عمامه ومن بيت الناس، لحد ما في يوم الايام ابو طالب معدي في شعب من الشعاب فراى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد ما هذا الدين الذي انت عليه؟ يا علي ما هذا الدين الذي انت عليه؟ قال علي هذا دين الله، امنت بالله وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طب الكلام على عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عمي هذا دين الله ودين أنبيائه ودين رسله ودين أبينا إبراهيم، وأنت أحق من بذلت له النصيحة ونصحته ووعظته، وأنت حق الناس أن تؤازرني وتعاونني وأن تستجيب لي. قال لا، لا أستطيع أن أترك ملة آبائي، لكن والله لا يخلص إليك شيخ يؤذيك وأنا حي. أنا مش هعطى رصيد ملة آبائي، بس ما فيش حاجة تلمسك وأنا حي. ده موقف أنا هقف عند كده. وهنرجع تاني لسيدنا علي، لأن في يوم من الأيام هما طالعين يصلوا بره حصل موقف، يعني احنا نقوله دلوقتي وبعد كده بقى نحكي عنه بعدين. يقول أنا طلعت مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان نصلي بره، ما استقبله شجر ولا حبر ولا مطر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شجر ولا حبر ولا مطر. سيدنا علي شافها سمعها الشجر، لأن النبي كان حكى إن في شجر حجر معين. لا، ده سيدنا علي قال أي شجر يقابل النبي يسلم عليه، أي حجر يقابل النبي بشجر واحد يسلم عليه، حتى المطر الحجارة الصغيرة. الله الله على الحاجات اللي شافها سيدنا علي وسمعها في الايام الاولى. ده في الايام لما كانوا بيطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم ايه في الشعر. قل هذه سبيلي ادعو الى الله
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.